سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية الشادية من إنجمان، ونقدم لحضرتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. يعد مؤتمر الأمن والتنمية في المناطق الحدودية بين تشاد والسودان، والذي عقد مدينة الجنينة السودانية، من أهم المؤتمرات بين البلدين. وحول أهمية ونتائج هذا المؤتمر الذي حضره رئيسان إدريس ديبي إتنو وعمر حسن أحمد البشير، فقد عاد زميل أحمد ياسين التقرير التالي. يعد مؤتمر الأمن والتنمية بين الحدود التشادية السودانية بمثابة مراجعة لهذه العلاقات التاريخية بين الشعبين التشادي والسوداني، اللذان يتقاسمان الكثير من الجوانب المشتركة في المجال الثقافي والاجتماعي كالعادات والتقاليد والأعراف. وتأتي هذه التوصيات مكملة للقواسم المشتركة ومدعمة للمشاريع والبرامج الاجتماعية كتعزيز للتبادل والتصاهر بين الشباب والنساء عبر الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتدعيم الشراكة في مجال البحوث العلمية وتنمية جامعات الولايات الحدودية. وفي المجال الاقتصادي، دعا المؤتمر الجانبين إلى تأسيس عبور مشترك بهدف تطوير التبادل التجاري ومحاربة التهريب الجمركي والضريبي والرشوة. وفي مجال الزراعة، اتفق الطرفان على تأسيس مزرعة شاملة للصداقة التشادية السودانية بمساحة تقدر بألف هكتار، تقسم بين حدود الدولتين 500 هكتار في كل جانب، مع الاهتمام بالبيئة والتنمية الريفية ومحاربة الزحف الصحراوي ومنع الصيد الجائر. أما في مجال النقل، يعمل المسؤولين في البلدين على إنجاز المشاريع الكبرى لبناء الطرق والسكك الحديدية من أجل تسهيل حركة الأفراد والبضائع وفقا للمعاهدات الثنائية المتفق عليها، وتسهيل حركة دخول البضائع من تشاد إلى السودان، والسعي لإحياء طريق الأربعين الذي يربط تشاد السودان مصر بريا مع بعضهم البعض. وفي مجال الثروة الحيوانية، يعكف الخبراء والأطباء البيطريين بالبلدين على إقامة حملات تطعيمية للثروة الحيوانية على الشريط الحدودي لمنع انتقال الأمراض والأوبئة بين البلدين، والتشاور من أجل تنظيم المراحيل وتسهيل تجارة المواشي، بجانب التركيز على استدباب الأمن والسلام والتعايش السلمي بين شعوب المناطق والأقاليم الحدودية. كل هذه الجهود والتوصيات بين المشاركين في المؤتمر توجت بالتصديق عليها من قبل الرئيسين إدريس ديبي إتنو وعمر حسن أحمد البشير. إذا تبقى التطبيق الفعلي لهذه الأوراق على الأرض حتى تنعم شعوب الدولتين بثمرة التعاون المشترك حقيقيا. إليكم هذا الخبر الذي وصلنا التو، حيث وصل بحمد الله وسلامته فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح اليوم إلى مدينة آتيا حضرة إقليم البطحة، قادما من مدينة أبشة حضرة إقليم والداي، حيث استقبل فخامته استقبالا رسميا وشعبيا من قبل سكان إقليم البطحة. رشاد حسن الله. بعد ثلاثة أيام قضاها بمدينة أبشة، التقى خلالها مع عدد من حكام الأقاليم مقدما تعليماته لهم حول مستقبل البلاد وأمنها. وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مدينة آتيا عاصمة إقليم البطحة، حيث كان في استقباله حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله وعمدة بلدية المدينة والمسؤول العسكري بالمنطقة. استقبال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بآتيا حضره حوالي ثمانية من حكام الأقاليم المختلفة: جيرا، شاريبا جرمي، حجر لميز، بحر الغزال، إنيدي غرب، كانم، وعدد من المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين والسياسيين. ومع أن صافح مستقبليه، توجه فخامته والوفد المرافق له إلى حيث مقر إقامته بمدينة آتيا، وقد تزينت المدينة بخروج المواطنين عن بكرة أبيهم رجالا ونساء، شبابا وشيبة، طلابا وأطفال، ترحيبا بوصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لمدينة آتيا. ومن المتوقع أن يعقد فخامته لقاءات مختلفة مع المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين والعسكريين للحديث معهم حول أمن المواطنين وممتلكاتهم، وأهمية بناء الجمهورية الرابعة الرامي إلى لم الشمل والعمل يدا بيد من أجل تشاد ومستقبلها، ودفع عجلة التنمية والنهوض بأسباب الأمن والاستقرار من أجل استقرار أفضل ووحدة وطنية شاملة تجمع كل أبناء البلد الواحد.
يصادف يوم 28 من أبريل من كل عام اليوم العالمي لصحة وسلامة أماكن العمل، وبهذه المناسبة قدم ظهر اليوم وزير الوظيفة العامة والعمل محمد مختار بيانا صحفيا بمكتبه متحدثا أهمية الاحتفال بهذا اليوم العالمي. ترجمة البيان مع الزميل حسن جدح. Chaque année, le Tchad commémore respectivement le 28 et 30 avril. كل عام تحتفل البلاد في 28 من أبريل باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، وكذا اليوم الإفريقي للوقاية من الأخطار المهنية الذي يحتفى به في 30 من أبريل من كل عام. فمنذ العام 2003 يحتفل المكتب الدولي للعمل باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، الذي يهدف إلى التركيز على نهج الأنظمة في الوقاية من الحوادث في مكان العمل. وقد جاءت النسخة 16 لهذا اليوم تحت شعار تحسين صحة العمال من الشباب، أما النسخة 22 من اليوم الإفريقي للوقاية من الأخطار المهنية فقد جاء تحت شعار الصحة المهنية بوصفها إحدى نقاط الضعف أمام العمال الشباب. أما على المستوى الدولي فقد سجل المكتب الدولي للعمل تقارير توهي إلى أنه كل عام حوالي 250 مليون من الموظفين يصبحون ضحايا حوادث العمل. أما في تشاد فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسجل سنويا أكثر من 300 حالة حادث في مجال العمل، وكل حالة تكلف قرابة 740 مليون فرنك سيفا، وأن البلاد تخطو نحو الجمهورية الرابعة، لذا ندعو جميع العمال بالصبر والمثابرة من أجل إيجاد حلول ناجعة لكل الحوادث الطارئة التي تحدث في مكان العمل والأمراض المهنية، كما أنتهز الفرصة لأقدم تقديري لضحايا حوادث العمل والمرضى بالبلاد والعالم أجمع، كما أهني جميع العمال بهذه المناسبة. Bonne commémoration de la Journée mondiale de la sécurité et de santé au travail et de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. أطلق صباح اليوم المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية الدكتور جبرين كيران أطلق أعمال الورشة الفنية للمصادقة على مشروع الخطة الوطنية للبيطرة وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض. جرت المناسبة بصالة الاجتماعات بالمتحف الوطني هنا في العاصمة جمانة. تقرير ياسر محمد أحمد. بهدف مكافحة الأمراض التي تصيب الأبقار، نظمت الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ورشة للمصادقة على مشروع الخطة الوطنية للسيطرة على الأمراض المعدية التي تصيب الأبقار. وجاء هذا المشروع بدعم مالي من البنك العالمي ومنظمة سيلس ومشروع دعم الرعاة بالساحل الإفريقي، حيث ترمي الخطة إلى الحد من الأمراض التي تصيب الأبقار سنويا كمرض الالتهاب الرئوي الذي يؤدي بحياتهم بشكل فادح. هذا ما أكده مدير صحة الحيوان بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني محمد طاهر أبكر. المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أشار إلى أهمية هذه الورشة في الحفاظ على إنتاج الأبقار. لمن هنا ده لمن مهم بلين نهجو في شنو في المرض البنادو انفشفش بكرب البقر، واصل المرض كثير في تشاد كثير في تشاد. عندنا استراتيجي اصل لمن هنا ده نكونو استراتيجي ضد المرض ده. وللتذكير فان هذه الامراض التي تصيب الابقار تؤيق بشكل كبير في انتاجها، مما يؤرقل ذلك في الدخل القومي والاقتصادي للبلاد. قدم صباح اليوم رئيس المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد محمد نور الحسن حديثا صحفيا حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. ونظرا لأهمية المخرجات والمقترحات الهامة التي خرج بها المنتدى وخاصة تطبيق الثنائية اللغوية والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والإصلاحات البرلمانية والقضائية وإقامة الحكم الرشيد ومكافحة الرشوة والفساد وإعادة هيكلة المؤسسات الكبرى للجمهورية، كل هذا إيزانا بتأسيس الجمهورية الرابعة المرتقبة بعد الاعتماد الرسمي للدستور الجديد من قبل الجمعية الوطنية. والمنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد قامت بعد المنتدى بتوعية شاملة وفي نطاق واسع من أجل توضيح
وشرح مقترحات المنتدى للمواطنين وضرورة تطبيقها. وعليه فإننا نؤيد وندعم جهود فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إترو، ونقدر تفكيره السديد لإقامة المنتدى من أجل مصلحة الوطن والمواطن. بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض، أطلق الأمين العام لإقليم جراء حملة تطعيم الأغنام من أمراض الجذري الذي يصيب الأغنام بحضور العديد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. تقرير عبد الله هارون بربعة. بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والشيوخ التقليديين وعدد من تجار البهائم، حيث أطلق رسميا الأمين العام لإقليم جراء حملة التطعيم ضد مرض الجدري الذي يصيب الأغنام بإقليم جراء. وبهذا الصدد أوضح الدكتور إسماعيل علي شايبو بأن إقليم جراء يتميز بثروة حيوانية هائلة، ولأجل الحفاظ عليها ينبغي من أصحاب البهائم احترام عملية التطعيم. جينا في التطعيم هنا الغنم، نرجو منكم الدكاتير كم مشروعكم تسهل الأمور، مضرب بودين تقسيم من أسر إبري واحد بدل اثنين عند الرماد والجدري بعشر ريال، الغنم ما تقسمين يا شتتين، خلي كلهم يطعنوه. العميل العام لإقليم جراء أثناء افتتاحية الحملة طلب من جميع الرعاة الالتزام بعملية التطعيم، وذلك حفاظا على تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالإقليم. وعقب ذلك قام العميل العام لإقليم جراء بتطعيم عدد من الأغنام تشجيعا لأصحاب المواشي من أجل استمرارية العمل. شهد مساء أمس المركز الوطني لدعم البحوث افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة آيال إفريقية لصالح بعض الشباب في المجال الزراعي. تقرير محمود موسى الفيل. تعتبر الزراعة من أبرز المقومات الأساسية في الحياة الاجتماعية لمختلف الشعوب، والتي بدورها تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني للبلاد. وعليه تجيء هذه الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة آيال الأفريقية فرع تشاد لصالح عدد من الشباب العاملين في جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لأجل تدريبهم حول الفنون الزراعية الحديثة. ممثل منظمة الأوكسفام محمد إبراهيم خلال حديثه أشار إلى أهمية التدريب الذي يهدف إلى تقوية وتعزيز قدرات الشباب في المجال الزراعي، مضيفا في قوله إن منظمتهم ستظل شريكة لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. الأوبجكتيف ده يعني لمينا الجناس هنا الجن دول نفرمهم نعلمهم شنو الامبورتانس هنا الأجريكولتور هنا الزراعة، وأن الامبورتانس شنو معنا ما نخلوهم هم في زراعة وحيدة، نوصفهم كيف هم يكون يخدموا في دولانا ويمشوا قدام. للتذكير فإن فعاليات هذه الدورة تستمر لمدة يومين، وستنظم دورات مماثلة لها في الأيام المقبلة بكل من إقليم بحر الغزال وجراء وإقليم البحيرة. قدم صباح اليوم الأمين العام النائب للمجلس الوطني لتجار الموارد البترولية قدم حديثا صحفيا متحدثا حول دخول البترول غير التشادي إلى الأراضي الوطنية بطرق التهريب أو بطريقة التهريب وخطورته على الاقتصاد الوطني. مشكلة لما نحصد مشكلة عن الفروض، الفروض جاء يدخل بجهة ثلاثة، جهة الوايدة يدخل إسانس يدخل من نيجيريا من كل فرونتيرا نتشاد من باغاسولا دمان ليري يدخل إسانس بفروض لي من نجمنا إلى جنوب الندردا جاي ساوغو إسانس فروت على نيجيريا، شمال تشاد الكبير ذا كله جاي ساوغو غازوالا ليدخل من ليبيا، وسبع الندردا جاي ساوغو غازوال وإسانس ليجي من السودان، لقينا صوبات قبال من ده، أسباب ده نخبر الحكومة يلقى لنا حلال لما استاسيون سيرفيس وماركتير عندهم أمال كتير جاي كفوم جاي كفو درايب عن الدولة لما يسود أبواب عنام دا حكومة يسأل لنا حلال لنلقوا حلال كلنا بلا دا بلا الماركتير والساسون سيديس كلها حلال ماشين فوق دا رئيس الجمهورية سوى جود كبير جاب لنا رافينيري في دار حقنا حسا عندنا دين هنا دار هنانا ما دين شاد كان حلال آخر ما لقينا دا بلا استاسيون سيرفيس و ماركتير
ميم رافينيريا جينا نجر ما احنا دارنا حلالنا ده كله يسد ابوابه لذا نطلب من الحكومه يفتش علينا حلال انينا تجارنا الدين ورافينيريانا الدوله ده كله. في سياق متصل هذا البيان الصحفي استقبل وزير البترول والطاقة سيد بشير مادي سفير فرنسا لدى البلاد سعادة فيليب لاكوستا بمكتبه صباح اليوم 27 أبريل 2018، وقد ناقش المسؤولان مسألة الطاقة سيما الطاقة المتجددة. إن تشاد وفرنسا يشتركان في سياسة المبادرة الإفريقية من أجل الطاقة المتجددة. انجمينا في 27 أبريل 2018 توقيع الملحق الإعلامي بوزارة البترول. سياسيا، قام الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم تبستيق المي سي دي بجولة توعوية حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة والجمهورية الرابعة، حيث شملت الجولة مدينتي برداي وزوار. تقرير آدم حسن المكاوي. بهدف توعية وتنوين المناضلين والمناضلات لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم تبستي بمخرجات المنتدى الوطني الشامل، شرع الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم تيبستي قلمي سيدي جرينا والوفد المرافق له بجولة توجيهية لتعميم القرارات والتوصيات التي قدمها الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو. جولة استهلت بمدينة برداي حاضرة إقليم تيبستي، حيث كان مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ على موعد جماهيري حاشد خاطب فيه الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ الحضور، مقدما رسالة تهنئة الرئيس المؤسس للحركة لهم، مضيفا بأن وعود البرنامج السياسي تتواصل وما المنتدى الوطني الشامل إلا بداية، موجها المناضلين لتجديد العزيمة للتوجه نحو الجمهورية الرابعة حيث الشمولية. المحطة التالية للوفد كانت مدينة زوار التي هي الأخرى، نظم فيها لقاء جماهيري تأطر بالحديث عن ملخص المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي بإبراز ميزات الجمهورية الرابعة من قبل الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم تبستي كلمي سيدي جرينا ورفاقه. نبقى بإقليم تبستي، ومن أجل تقوية الأنشطة السياسية للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم تبستي قام قلمي سيدي وأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ ومختار كليبو منسق المكتب الأبيض لمساندة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بركو إنيدي تبستي تنصيب أعضاء المكتب الفرعي للمكتب الأبيض لمدينة برداي وزوار. إن تنصيب هذا المكتب الجديد يدير الأنشطة المكتب الأبيض لمدينة برداي وزوار ويدخل في إطار تنفيذ سياسة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ والاستعداد للمراحل الانتخابية القادمة. ترأس صباح اليوم الدكتور نور الدين ديليوا كاسيري كوموكوي الاجتماع الذي جمع ممثلي رجال الديانتين الإسلامي والمسيحي مع لجنة متابعة تنفيذ القرارات المنتدى الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة، حيث ناقش الطرفان المواضيع المتعلقة بنتائج وتوصيات المنتدى. وعقب الاجتماع فقد صرح نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ عبد الدائم عبد الله بالحديث التالي. رئيس لجنة المتابعة وزملاء الإخوة اللي هم قاعدين في هذه اللجنة اليوم نادونا عشان جينا وناقشنا معاهم في موضوع اجتماعي هو بيان مؤتمر الأساقفة. هناك زملائنا وإخواننا في البلاتفورم في المنبر الأديان الإخوة الكاثوليك، ولكن لما نقول كاثوليك هم جماعة بتاع المؤتمر الأساقفة كونفرنس إبسكوبال، كان عملوا بيان والبيان ده بخصوص المنتدى الوطني، وبيانهم ده رفع أصوات الناس بتتساءل مالو الإخوة عملوا بيان في المنتدى ويعتبر ضد هذا المنتدى. نحن كرجال دين وعندنا منبر الأديان اللي بيسموه بلاتفورم، نحن ما سكتنا، نحن وزملائنا في الأمات مشينا قابلنا الأسقف أرشبك، قلنا نحن قاعدين في البلاتفورم وسمعنا بيان
منكم انتم، والبيان ده كأنه ضد المنتدى ده. قال لنا لا، هنا البيان الديكلاراسيون اللي سوينا ده ما يخص بلاتفورم، يخص كونفرنس ايبيسكوبال، ونينا في كونفرنس ايبيسكوبال ده عندنا توجيهات من الفاتيكان، يجينا من كبارتنا فوق. نينا بالامس لقينا بيان ديكلاراسيون من دروا دي لوم، حقوق الانسان. حقوق الانسان وسموه حقوق الانسان ده عشان يجيب حق لكل تاجر، المظلوم يفتش حق ينتي. لكن حقوق الانسان حسب ما نعرفه هو كل قبل بيجي دين ريليجي. حقيقه البيان اللي قريناه ديكلاراسيون بقول المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه بتشاد متواطئ، هو ذاته كومبليس في الكلام ده، كتبوا جاي لو كان هنا نوروش وصفكم وشادين كل بسمواني ده خليه يقولوا ديكلاراسيون انا التدهاش. نظمت منظمة الساحة الخضراء للساحل بالتعاون مع السفارة الفرنسية ورشة تدريبية حول الخطة الوطنية للتنمية لصالح تلاميذ وتلميذات المدارس الحكومية والأهلية في العاصمة أنجمنا. جرت المناسبة بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفو. تقرير أحمد خميس جمعة. بهذا النشاط والحيوية استقبل أكثر من 150 تلميذا وتلميذة قدموا من المؤسسات التعليمية المختلفة فعاليات الورشة التدريبية حول الخطة الوطنية للتنمية. تخلل فعاليات الورشة عرض فيلم وثائقي من قبل منسق جمعية الساحة الخضراء للساحل جويل يوديما، والذي تناول أهمية الخطة الوطنية للتنمية الدائمة لتشاد حتى العام 2030 في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية والبيئة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية وغير ذلك. هذا وبعد العرض أجريت مسابقة للتلاميذ عبارة عن أسئلة داخل العرض المقدم، حيث أجاب التلاميذ بكل جدارة ومعرفة حول حيثيات الورشة، كما أوضح التلاميذ عن انطباعاتهم ورؤيتهم لتشاد في غضون عام 2030 وأمنياتهم بأن تكون تشاد محطة أنظار العالم في الاستقرار والسلام والتقدم والازدهار والعدل بين المواطنين. للتذكير تستهدف الورشة التدريبية تلاميذ كل من العاصمة أنجمينة وإقليم مندول وأبشة وفيا من المراحل التعليمية المختلفة في سن التاسع حتى الرابعة عشر. قدم الرئيس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين جبرين حسين مرسال لقامة بزيارة تفقدية للمستشفى المركزي لمدينة بنغور بهدف تفقد أحوال المرضى. تقرير محمد حسن عادل. في إطار الأنشطة الاجتماعية لحزب اتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين الإدئاس، قام الرئيس الوطني للحزب جبريل حسين مرسال بزيارة تفقدية إلى المستشفى المركزي لمدينة بنغور حاضرة إقليم مايوكبي شرق، وذلك بهدف معرفة سير العمل وتفقد حالات المرضى. من جهته الرئيس الوطني لاتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين جبريل حسين مرسال أشار في حديثه بأن هذه الزيارة تدخل ضمن اهتمامات الحزب الرامية إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تشجيع المواطنين والوقوف بجانبهم في الأوقات الصعبة. هذا وكما أكد الرئيس الوطني للحزب إدئاس لقاء عمل مع الإداريين بالمستشفى، ودار اللقاء حول سير العمل الإداري وما يقدمه المستشفى من خدمات علاجية وصحية مثالية للمواطنين. وفي سياق منفصل قام الرئيس الوطني للحزب إدئاس بزيارة إلى الإعدادية العربية الكويتية بمدينة بنغور، وحث التلاميذ على الاهتمام بالتعليم ومكافحة العنف في الوسط المدرسي، كما شجع المدرسين على المضي قدما من أجل إعداد أجيال واعية وهادفة لضمان مستقبل البلاد.
جرى عصر أمس بقصر الخامس عشر من يناير مناسبة التوقيع على ثلاثة كتب للبروفيسور محمد سعيد أبازين. جاء ذلك تزامنا مع حملة إقرأ للكتاب في نسختها الرابعة وسط حضور كبير من المهتمين بشأن العلم والمعرفة. تقرير حسن جدا عمر. الكتاب هو ذلك المعلم الأول للبشرية، فمن خلاله يبحر القارئ في عوالم عديدة تقوده إلى رحلات متنوعة. ونظرا لأهميته جاءت مناسبة التوقيع على ثلاث كتب للبروفيسور محمد سعيد أبازين البالغ من العمر 57 عاما. الأول عنوانه المؤلف بالمدخل العام لدراسة الأحكام العرفية التشادية، كتاب يقع بين 159 صفحة وزعه الكاتب في بابين، كل باب يحوي أربع فصول يدور الحديث فيها حول الأحكام والحقوق العرفية وميزاتها. الأحكام العرفية لا ينبغي أن تدرس كأنها أمور يعني تافهة ومستهترة، إنما هي تتعلق بواقعنا المجتمعي، بفقهنا اللي هو الموروث عندنا، الفقه المالي مثلا في الشارع هي الحقيقة التشريعية في الشارع. أما المؤلف الثاني حمل موضوع مقدمة في أصول التفسير يتكون من 49 صفحة خططت في أربع مواضيع، وهي الصوم، الجهاد وصورة الفاتحة. ولا يخفى على أحد أن القارة السمراء تعاني من مشاكل جمة لا يمكننا الحديث عنها في صفحات، وهذا ما دفع البروف أبازين بتأليف كتابه الثالث الذي حمل عنوان أوائق الوحدة الإفريقية حلها إسلاميا. وقد جاء في الفصل الأول من هذا الكتاب الذي يتكون من 111 صفحة أوائق الوحدة الإفريقية. أما فصله الثاني دار حول حل هذه المشاكل وماهية الشريعة الإسلامية ومقاصدها. خير أنيس للإنسان في هذا الزمن كتابه، عبارة لا يختلف فيها اثنان، لأنه من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الإنسان على معرفة ما حوله من الثقافات والعلوم المختلفة. شهد صباح اليوم المركز الثقافي الفرنسي بنجمينا مؤتمرا صحفيا عقده أعضاء جمعية المرأة حول تجهيزات المهرجان الدولي كوراغوسو بحضور وسائل الإعلام العامة والخاصة. تقرير محمد صالح الحسين. تحضيرا للمهرجان الثقافي الدولي المعروف باسم كوراغوسو في نسخته الثانية، عقد أعضاء جمعية المرأة مؤتمرا صحفيا حول معرفة الاستعدادات اللازمة للمهرجان الدولي الذي من المقرر أن تحتضنه مدينة موندو حاضرة إقليم لوغون الغربي. وفي أثناء المؤتمر تطرق المؤتمرون إلى أهمية تشجيع الفنانين والمبدعين في مجال الموسيقى، كما تحدثت رئيسة الجمعية نيتوا إرنستين عن الإنجازات التي حققتها الجمعية في الأعوام الماضية المتمثلة في تدريب الشباب حول صيانة المنازل، وكذا حفر العديد من الآبار الارتوازية في مختلف أقاليم البلاد. وقبيل نهاية المناسبة فقد قدم الصحفيون أسئلة حول المهرجان الدولي كوراغوسو في دورته الثانية وأجاب عليها المؤتمرون. بهدف دمج العنصر النسائي في القطاعات الرياضية المختلفة، افتتح يوم أمس رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أبكر جرما عمالة الدورة التدريبية لصالح الرياضة التشادية. تقرير عباس أبكر. تماشيا مع سياسة اللجنة الأولمبية الرياضية العالمية حول التوصيات رقم 11 للجنة التي تنص على دمج العنصر النسائي في القطاع الرياضي، حيث نظمت اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية دورتان، الواحدة لتقوية كفاءات المدربين حول كيفية التدريب وكذا معرفة نوعية التغذية للرياضيين، والآخر حول دمج العنصر النسائي في القطاعات الرياضية. في الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أبكر جرما أكد بأن سياسة اللجنة الأولمبية التشادية تتوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية، مضيفا بأن اللجنة الأولمبية التشادية ستؤهل المدربين للمشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة. أول الكوتي ميديكال، كوتي ميديكال شيء مهم، لكن في سبور هادين هنا شاب عند يعني شيء يعني نقصنا في البكان ده. ده يعني دورنا اليوم نادين الدكتورات عن الميديسين عشان يجوا يشتغلوا مع الانترنر ويشوفوا كيف يعني يساعدوا للانترنر. مشاركة النساء في الألعاب الرياضية وغيرها من المجالات هي دعوة مفتوحة تقدمها اللجنة الأولمبية العالمية في وقت زادت فيه الحكومة التشادية حصة المرأة. قام يوم أمس سعادة سفير المملكة المغربية لدى البلاد سعادة عبد اللطيف الروجة
بزيارة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهدف تقديم التهنئة للإدارة الجديدة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تقرير آدم حسن المكاوي. بعد تعيين الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، والشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان نائبا أول لرئيس المجلس وأمينا عاما للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ أحمد النور محمد الحلو نائبا ثانيا ومفتيا عاما للبلاد وإماما للجامع الكبير للملك فيصل، وكذا تعيين أعضاء مكتب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في 23 من شهر أبريل، قام سفير المملكة المغربية لدى البلاد سعادة عبد اللطيف الروجة بزيارة للمجلس الأعلى بغرض تقديم التهنئة لرئيس المجلس ونائبيه وأعضاء المجلس بعد تعيينهم على رئاسة وإدارة الجهاز الإسلامي، وتعد أول زيارة رسمية للمجلس بعد تشكيله. وأثناء تقديمه التهنئة صرح سفير المملكة المغربية لدى البلاد عبد اللطيف الروجة متحدثا عن عمق العلاقات والصداقة الحميمة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. كي أقدم تهاني الخالصة باسمي شخصيا وباسم المملكة المغربية على تعيين الشيخ محمد عيسى خاطر، وكذلك كانت فرصة لكي أقدم التهاني لكافة أعضاء المجلس على هذه الهيكلة الجديدة. من جانبه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى فقد شكر سفير المملكة المغربية لدى البلاد على هذه المبادرة. تصورنا آليات متابعة العمل فيما بيننا وتدارسنا الموضوع واستمرارية العمل. يذكر أن سفارة المملكة المغربية لدى البلاد تبذل جهدا كبير في ربط علاقات التعاون الديني بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. شهد صباح اليوم دار الثقافة بابا مصطفى احتفالية اليوم العالمي للأمناء والذي نظمته جمعية رابطة الأمناء بحضور العديد من المدعوين. تقرير حليمة سعد يعقوب. اعترافا بمساهمة الأمناء في دعم الاقتصاد وامتنانا لما قدموه للمكاتب لتكون نشطة يوميا، تأتي هذه الاحتفالية بيوم الأمناء الذي يصادف الأسبوع الثالث من كل أبريل، والذي أخر في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1951 للتغلب على النقص الوطني في موظفي المكاتب. وهذا ما دعا جمعية رابطة الأمناء والملحقات بالإدارات إلى تنظيم جلسة تشاور بين إضواط الجمعية وتلاميذ الثانوية الفنية التجارية بالعاصمة جمينة، بخطة توجيههم وتعريفهم حول الأمناء في سير عمل المؤسسات. ليسي تكنيك كوميرسيال دا زمان دا دبس الغاي فورمي لي سكرتير دو ووكيتال كان لوبيو باكانام دا وايدين انكون مثلا اندوم في راسهم يدورو ياغو سكرتير، ولكن في هيجانا ناس دا غاي ما غاي شجيم اليوم دا اندينا مؤسسة هنا نغانا خدمو وفي خدمين نغانا خدمو دا واجب نورولي بناتنا دا. وبعد ذلك تجاوب التلاميذ بطرحهم للعديد من الأسئلة والاستفسارات حول مهام الأمناء ورد عليها بعض أعضاء الجمعية، وأخيرا تم تسليم المائدات المدرسية من قبل الجمعية لممثلة المدرسة الثانوية الفنية التجارية. شهد مركز تحفيظ القرآن بإقليم قيرا احتفالا بمناسبة تخريج عدد من حفظة كتاب الله بحضور العديد من المشايخ والمهتمين بشأن كتاب الله. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا. مركز دار الصالحين بقرية قلاء الواقعة في إقليم قيرا شهد حفل تخريج الدفعة الأولى من حفظة كتاب الله، وكان عدد المتخرجين 44 حافظة. وبهذه المناسبة فقد تحدث رئيس الخلوة الشيخ يحيى عيسى متناولا الجوانب السلبية التي تتولد منها الصعوبات وتواجه الدارسين في هذا المركز، منها شح المياه الصالحة للشرب. وأقب ذلك تداخل الدكتور آدم قجة وهو من الشخصيات البارزة من أبناء المنطقة
ووعد الدارسين بأنه سيقوم بدوره ويناشد كافة أصحاب الأيادي البيضاء من الخيرين والمحسنين بتقديم الدعم اللازم للمركز حتى يؤدي دوره الكامل، ويعمل على إيفاد القراء على أماكن أخرى لتعليم دراساتهم التعليمية، وخاصة تحفيز الجنسين لكتاب الله الكريم. إذن بهذا تقرير حول تخريج حفظ كتاب الله من إحدى المراكز القرآنية بإقليم جيران، نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أنجمنا. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، ألقاكم تقبلوا تحيات الفريق العربي. إلى اللقاء.